هوية بريس. محمد السادس ملكنا واحد، محمد السادس. واصبحنا مشردين، واصبحنا الله كريم، ووضعنا في بلادنا وعباد الله، ووضعنا خدنا ودمرنا كلنا لله. شوف اخويا غادي بالدري راه، شوف غادي بالرجل، هجوم عليهم. كنطالبوا من جلالة الملك يجي يشوف من حالتنا، كنطالبوا بالسكن ديالنا. ما فوضويين ما حتى شي حاجة، ها حنا سيدنا انت كتشوف احنا جالسين، احنا جايين للقصر. قالوا جاي هذا القرار جاي من عند سيدنا، احنا جايين عندك سيدنا. القرار اللي عطيتيه لينا مرحبا به، اما حنا راه تكرفسنا وتعداو علينا هاد الناس. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انت كتشوف هاد الناس تكرفسوا علينا هاد النهار، جاو كيريبوا على الحوايج، كيريبوا على التلالج، كيريبوا كيخرجوا المراه من شعرها وكيريبوا عليها. تقهرنا وتحقرنا وجايين عند جلالة الملك. وعاش الملك. حتى وريبوا لنا حنا ظلما وعدنا هنا. اش نقول لك، ما كملناش 24 ساعه قسما بالله، الا هربت انايا، كون ما هربتش كون ما عرفتش شنو طرا فيا. وملي جيت لغطيب تاع عند الناس، ملي جيت لقيت كلشي تسرق ليا، لان جاو قرقموا ليا بزاف وهدموا ليا. وتيقول لي حتى ولادك غيستافدوا، ملي جيت نقلب تلقى لا ولادي غيستافدوا بتنازلاتهم، ولا انا اصلا كاينه ديك الاستفاده، ولا كاين ديك البلاصه فين كاين حتى حاجه، ما كاينه غير كيكذبوا، غير كيكذبوا. كيشدوا لنا الدراري ظلما وعدوانا، تيشدوا لنا ولادنا، تيشدوا لنا البنات. راه البنت معتقله، راه دابا تقريبا هادي شهر معتقله، ما دارت لا بيدها لا بالعود. قسما بالله العلي العظيم، الا خلات رضيعه كترضعه. راه كاين الناس اللي هزوا مساكن حوايجهم ومشاو غير بالخلعه، كيجدق عليهم المقدم ويقول لهم ها انتم عندكم شهاده الهدم. فينا قانون كاينه شهاده الهدم؟ الله يسهل عليكم. واش الناس ساكنين بلا كارطات ديالهم، باسبوراتهم، بكلشي ليهم تما، وتيقول لهم شهاده؟ انا اللي غريبوا لي، عندي لاكارت والكارت ديال ولادي، وعندي الرميد، وعندي تما شواهد السكنه وكلشي. وتيقول لك لا خرج يا لاله من اليوم، راه تعداو حدود الله. صافي، ملي ما كاينش شي حد غيجاوبنا نمشيو عند سيدنا. واش بغيتو تبنيو اول مره؟ واش ما منعوكمش من البني؟ ما كيمنعوش، كيشدوا المليون ويشدوا 4000 ويشدوا 8000 ويشدوا 10000 والبني بالعلالي. بلاد العياشي راه تريبات فيها قاعات الافراح، بلاد العياشي راه تريبوا فيها الفيلات، بلاد العياشي تريبوا فيها محل من حاجه. زربوا علينا في 24 ساعه ما عرفناش شنو كاين. يعني السلطات كانت موافقه على البني النهار الاول؟ الله يرضي عليك اوليدي. وانا عندي ارض فلاحيه كناكل منها الخبز، دايره فيها الدجاج، دايره فيها بيبي، دايره فيها البغيم، ودايره فيها شغلي، ودايره فيها محتالي، وعندي 8 الاولاد، وكلشي قريتو، وبقات لي وحده كتقرا. باش غنصرف عليها انا من شهر واحد وانا جالسه مريحه؟ ديتو لي كلشي، رزقي كله تشتت في الغابه. الا دخلتي دابا الغابه ديال بلاد العيش، تلقى الدجاج وبيبي كلشي سارح تما. منين كياكل هذا الانسان ومنين كيعيش؟ هوية بريس.